بعد انقضاء الأسبوع الأول من الشهر الذي حددته مفوضية الانتخابات لتسجيل التحالفات والأحزاب من قبل مفوضية الانتخابات، تضيق المساحات على المرشحين المستقلين بحسب مراقبين، وذلك الاشتراط القانوني ضرورة تأكيد وجود جمهور حقيقي داعم للمرشح الفردي لضمان عدم تشتت الأصوات. القانون الأخير اعتمد المرشح الفرد هو كقائمة مستقل، فبإمكانه كل سنة كل دورة انتخابية أنه يقدم قوائم للمفوضية على مود يتم ترشيحها، وذلك وفق إجراءات وضعتها المفوضية بأنه المرشح الفرد لازم يقدم قائمة من 500 ناخب داعم في دائرته الانتخابية. مرشح الأحزاب والتحالفات السياسية سيكون مدعوما من جمهور قائمة تسجيل الحزب في المفوضية العليا للانتخابات، فالقانون لا يسمح بتكرار الأسماء في قوائم دعم الترشح في الدائرة الواحدة. أعتقد هذا بغبن للقوائم الضعيفة والأحزاب القليلة العدد والأفراد، ولذلك فهذا يشكل مبدأ لخرق الدستور، حتى نص الدستور العراقي لعام 2005 على تكافؤ الفرص بين المواطنين، فأين تكافؤ الفرص في هذا الموضوع؟ قانون الانتخابات الجديد لا يعتمد الفائز بأعلى الأصوات على التوالي في الدائرة الانتخابية، وإنما يعتمد العتبة الانتخابية، وهي مجموع ما يعادله المقعد في الدائرة الواحدة بالنسبة إلى عدد السكان، ما يحتم على المرشح المستقل أن يجمع أصوات المقعد بمفرده من دون إضافة أي أصوات أخرى كما يحصل مع التحالفات والأحزاب. قانون الانتخابات الجديد عد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، وهو ما يوفر مساحة أكبر للمرشحين لجمع الأصوات بحسب مراقبين، في وقت اجتمع فيه مرشحون في تحالفات لتخطي عقبة العتبة الانتخابية. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين.